وآخر محطات النشرة تقودنا إلى وجدة والمباراة الوطنية لتبريز الطيور المغردة صنف الحصون وهجينة. هذه التظاهرات تروم الحفاظ على هذا النوع النادر من الطيور المغردة والمهددة بالانقراض وكذا التعريف بطرق تربيتها. روبرتاج سعيد غنام ورشيد العتابي. هي مباراة وطنية لتبريز الطيور المغردة من صنف الحصون، مباراة تروم التحسيس بأهمية الحفاظ وحماية هذا النوع النادر من الطيور المغردة والمهددة بالانقراض. وهذه المسابقة هذه ما هي إلا امتداد للمسابقات التي تجرى في جل ربوع المملكة، إذ هي تعتبر واحد الركيزة من الركائز التي تحافظ على الثروة الحيوانية ديال الطائر الحصون والهجين ديالو. طائر الحصون من الطيور التي تنفرد بتغريدات متميزة، ويوصف طائر الحصون بملك التغريد. هذا الطائر يمتاز بتغريدات ونوتات موسيقية جميلة جدا، لا يمتاز بها أي طائر آخر بري في الطبيعة. الحصون هو الملك ديال التغريد، وتابعوا الهجين، وهذا الشيء ما كانش محسن منه. تظاهرة تهدف للتعريف بالطرق العلمية لتربية طائر الحصون وتشجيع هواة تربية هذا النوع على اقتناء السلالات الجيدة من أجل التكاثر وحماية طائر الحصون ليمتعنا بمثل هذه التغريدات الجميلة.